أهلا بكم في قناتنا، قناة الترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. شاهد الإعلان الخادش الذي تسبب في إغلاق حساب الناشطة فدوى سلام بوسعيدي. هذا الجهاز الليزر اللي يستخدم لتضييق المهبل، فأساس تكون كل واحدة واضحة وفاهمة إيش معنى التضييق وإيش يستخدم أصلا من الأجهزة. مثل ما تهتم في شكلش، مثل ما تهتم في قسوم كنت سوينه نحت وشفط وربط وشخط، تهتم في الأشياء الداخلية هذه وحدها تعدل من نفسية، عدل من نفسية زوجش ما يشرد منش بسرعة، يعني يحتاج له مدة بعد يشرد. أشياء توم بعدين قال زوجنا شارد، زوجنا خان، زوجنا سويا ذي الأشياء. ممكن يجلس معنا، يمكن ممكن يجلس، ممكن ما أكيد. والله ما قانع عنهم شيء، والله العظيم ذاك الصد سوى حنفوسنا، ذاك الصد إذا ما قانع عنكم شيء ضرب الصد اللي ما يرد. أحط لكم تو رقم الدكتورة ديما لأي استفسار أي شيء. أخبركم معلومة في قاموسي العليا وإغلاق جزئي لمحافظة شمال الشرقية. وصلتني أخبار من جانب آخر من مكان ثاني، يعني حسب ما وصلني بأن أحد أروقة المحاكم عندنا طبعا صدر حكم قضائي بأحد المحاكم عندنا طبعا بأن تم إغلاق حسابين لمشهورتين بمواقع التواصل الاجتماعي طبعا، والسبب طبعا المحتوى اللي يقدمونه هذول الخادش للحياة واللا أخلاقي ما بين قوسين خلال بالآداب العامة. العبرة من هذا الموضوع طبعا هذا يدل على نزاهة القضاء وعدالة القضاء عندنا. طبعا العبرة في الموضوع يا جماعة، هذه رسالة حبيت أوصلها للباقيات، الزموا حدودكم، وأيضا حتى لظاهرة الكبز اللي طالع الحين لنا، ستروا عورتكم، خصوصياتكم خلوها لكم، لأن القانون الحين قص.